طب يعني هنا وقفتان ايضا، الاولى يعني كتب ربكم على نفسه الرحمه، الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يسجل في غير ما موضع من الحديث بان الله سبحانه وتعالى رحيم، لله ارحم بعباده من الام على ولده. السؤال كما يقولون، هل الام تعذب ولدها في النار ويكون خالدا في النار؟ واذا كانت الاجابه لا، فلماذا يصنع الله تبارك وتعالى هذا بعباده؟ ربنا سبحانه وتعالى امر باوامر. نعم. امر باوامر ونهى عن نواهي. تمام. هل يترك المأمور الذي هل المأمور الذي امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى تجعله كالعاصي الذي عصى ربه سبحانه وتعالى؟ منطقيا لا. أنت لو لك ابن، ابنك مطيع لك. نعم. وفي لك. تمام. وأنت أبوه. تمام. وأنت أبوه رحيم به. نعم. هو مطيع ووفي، وآخر كل يوم يسبك، يسرق أموال الناس ويأتيك بمشكلة، يزني ببنات الناس ويأتيك بمشكلة، ماذا تصنع مع الولد المرهق المتعب؟ هل تتركه على حاله؟ لا، أؤدبه. تؤدبه. أؤدبه، نعم. لم ينكف بكلمة، لم ينكف بلطمة، ألا تضاعف العقوبات حتى ينزجر؟ نعم. نعم صحيح. شرع رب العالمين. أردعه وأزجره. نعم. هو ربنا أعلم بنا، هو الذي أمرنا وهو الذي نهانا، وهو أعلم بنا وأعلم بالذي يصلحنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. الطبيعيون والوجوديون من الفلاسفة يقولون كيف تعبدون ربا وإلها يخلد عباده في النار، وكيف يكون رؤوف رحيم ورحمن رحيم ويعذب بالنار ويعاقب هكذا؟ سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا المنطق يجوز مع من ينكر؟ عالم. نعم، مع الجميع. مع الجميع. أنا لا أخاطب قوما بمنطق وأخاطب آخرين بمنطق يناقض منطقي. أنا مسلم. تمام. حجتي كتاب ربي. نعم. حجتي سنة رسولي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، أنتقي من الكتاب والسنة ما يناسب المقامات والأحوال، لكن لا أترك الكتاب والسنة وأذهب لعقلي أبدا. أنا رجل مسلم، أنا رجل مسلم، مردي إلى كتاب الله، مردي إلى سنة رسول الله، هم ينازعوني في ذلك. نعم. فخلاص استبانت الأمور. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن يبلغ بلاغا مبينا، لكن ما العمل إذا لم يستجيبوا؟ فلعلك باخع نفسك على أثرهم. خلاص انتهت القصة. نعم. في حدود، في حدود. وبعدها في أمر لا بد من بيانه. نعم. أمر من الأهمية بمكان كان. سيدي عفى الله عنك ورفع الله قدرك. نعم. أقول وبالله التوفيق، أنت تعرف يا دكتور محمد أن البشر لهم قدرات. صحيح. صحيح كده؟ نعم. أنا مثلا قد لا أستطيع أن أحمل 100 كيلو من على الأرض. نعم. غيري ممكن يحمل 200 كيلو. صحيح. لكن إذا ضعفت عليه قلت له أحمل نصف طن بيدك لن يستطيع. لا يستطيع. فله قدرة. بصري له قدرة. بصري له قدرة. أنا أنظر أرى مثلا إلى بعد كيلو، بعد كيلو 2 كيلو لن أميز. صحيح. صح كده ولا لا؟ نعم. إذا نظرت أمامي لن أرى من خلفي. أليس كذلك؟ نعم. سمعي له قدرة. أسمع من ينادي عن قرب، والذي ينادي من بعد 5 كيلو لا أسمعه. سليم. صح كده؟ صحيح. العقل أيضا له قدرة. العقل رائع، له قدرة. تمام. أنت ترى شخصين، هذا عاقل وهذا مجنون، وتأتي لشخص ثالث أعقل من العقل، أعقل من العاقل. نعم. عقل هذا وذاك، كل عقل له قدرة. متفاوت. ربنا قال في كتابه الكريم عن نفسه ولا يحيطون به علما. يعني نحن لا نحيط بالله علما. تمام. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. فالذين تذكرهم وتسميهم ادعوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما. ادعوا أن عقولهم تستوعب كل شيء وننزعهم في ذلك. قل بدليل التفاوت بينكما وهما كافران. رائع. التفاوت بينكما قائم. رائع. فعقلك كما ربنا بين لنا ذلك في كتابه، وقد خلقكم أطوارا متفاوتين في كل شيء. وقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يعني أنا معي قدرة هكذا، وأنت معك قدرة أكبر، وغيرنا معه قدرة أكبر. نزل الماء، كل قدر أخذ على قدره. على قدره. سليم. كذلك العقول
تنزل الآية، ألقي محاضرة في المسجد، شخص يفهمها كاملة 100%، شخص يستوعب 50% من المحاضرة، شخص يفهم الأفهام مغلوطة، أقول يمين هو يقول شمال. نعم. فالشاهد أن عقولنا لها حدود ولها قدرات. إذا ادعيت أنا أنني أحط بكل شيء علما، حينئذ سأضل لأنني أعطيت نفسي ما ليس من حق. سليم. ولذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملاحدة، لا يزال الناس يتساءلون، وفي رواية يأتي الشيطان أحدكم من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. هذا السؤال. سلم يا رب. نعم. ما الذي وجهنا إليه رسولنا الذي أرسله ربنا؟ أيوة. قال فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. قف عن يسكت عن التمادي. قف عن التمادي. وفي رواية يتفل عن يساره، يعني يستعذ بالله ولينتهي. استعذ بالله، لا تسترسل، لأنك ما أحط علما بكل شيء. سليم. هو أصلا بارك الله فيك، وأصلا في يعني مسلمة منطقية كما يسمى في المنطق الصوري، كل موجود لابد له من واجد. يعني هذا الترابيزة موجودة، في واجد أوجدها، الصانع أو العامل. هذه النظارة موجودة، في عامل أوجدها. هذه المسلمة أو الحقيقة الفلسفية المنطق الصوري صاحب الفضيلة الإمام، هم يسيرون خلفها بالفعل، يقولون بقى الله موجود أم غير موجود؟ موجود. أنت قررت شيئا، يعني نعم هذا الكلام ينسحب إلى حدود، إلى حدود، يعني فضلتك توافق عليه؟ لا، إلى حدود. تمام. إلى حدود. أيوة. يعني من خلق السماء؟ الله. لابد إذا جئنا نسأل عن الله، كما قال الله عن نفسه، نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. وكما قال رسولنا صلى الله عليه، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. ولما سألت بنو تميم رسول الله صلى الله عليه، أو سأله أهل اليمن، سألوا رسول الله صلى لما الله أرادت بنو تميم عن قبول البشرى، سأل النبي، سأل أهل اليمن رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله. انتهينا إلى هذا جاب رسول الله. تمام. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. شهدي أن عقولنا لا حدود. لا ندعي أبدا، ونحن بنو آدم نفنى ونموت ونصبح رميما، لا ندعي أن عقولنا أحاطت علما بخالقنا، وقد قال ولا يحيطون به علما. بارك الله فيك. يعني نتعلم من فضلتكم فضلة الإمام، يعني صح كان الله ولم يكن.